أما سليمان فما أصبح الصباح إلا وقد أعد جيشا جرارا مدعوما بالسفن الحربية، وخرج بنفسه على رأس هذا الجيش قاصدا مدينة بلغراد عاصمة صربيا حاليا، فحاصرها ثم دخلها فاتحا يوم 26 رمضان، وأمر أن يرفع الأذان من قلعتها. وكانت هذه بداية زحفه نحو المجر التي كان بها إمبراطورية قوية قضى عليها آخر حياته. بعد فتح بلغراد وقعت هيبة الخليفة في قلوب ملوك أوروبا وروسيا، وعلموا أنهم أمام رجل، فأرسلوا إليه يهنئونه بالفتوح ويعطونه الجزية عن يد وهم صاغرون. كان سليمان مع عزته على الكفار رؤوفا شفوقا بالمسلمين، كما وصفه ابن العماد الحنبلي، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأطلق سراح 600 مسجون في مصر عند توليه الخلافة. ليس من مصلحة الأنظمة في العالم الإسلامي أن تدرك هذا عن الخليفة ثم تقارنه بها، تقارنه بالبلد الذي يمتلك أمراؤه محطات الإفساد الناشرة لحليم السلطان، بينما فيه 30,000 سجين سياسي معظمهم دعاة وعلماء، أو تقارنه بالبلد الذي يذوب فيه السجناء بالأسيد ثم يقوم ممثلون منه بدبلاجة صوت السلطان وقادته، أو بالبلد الذي فيه 4,500 امرأة من أهل السنة يتعرضن للاغتصاب والتعذيب، وقد كان سليمان قد كف شر أجداد هؤلاء الجلادين من الصفويين. الخليفة سليمان جعل منصب الفتوى أعلى المناصب قاطبة بعد منصب الخلافة، وجعل بطانته من العلماء وعلى رأسهم العالم الجليل أبو السعود، صاحب التفسير المشهور بتفسير أبي السعود، والذي لا زال تفسيره محفوظا قرأنا منه واستفدنا. وتعاون مع أبي السعود على صياغة قوانين مستمدة من القرآن والسنة، ومن هنا كانت تسميته بسليمان القانوني. وقد وصفه الجبرتي في كتابه عجائب الآثار بإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين. نعم، لم يتخذ سليمان طراطير يتمسح بهم ويطفي بهم على نفسه شرعية ويوظف بهم الدين من أجل أطماعه وشهواته. أكثر ما اشتهر به الخليفة همته العالية في الجهاد، بحيث شملت رقعة خلافته أكثر من 30 دولة من دول العصر الحالي، وامتدت في القارات الثلاثة المعروفة آنذاك. فكانت الخلافة العثمانية الدولة العظمى وتملك السيادة على البحار والمحيطات. واجه جيوشا جرارة وتغلب عليها بفضل الله على كل المحاور. شرقا واجه الروس القياصرة وضم نصف روسيا لخلافته وصد هجمات البرتغاليين على الهند المسلمة وقتها. غربا واجه الإسبان في شمال إفريقيا وحرر عدة بلدان منهم، وأنقذ عشرات الآلاف من المسلمين الفارين من الاضطهاد بعد سقوط الأندلس. شمالا توغل في أوروبا، فشملت خلافته معظم يوغوسلافيا والمجر وبولندا وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا واليونان. جنوبا صد هجمات البرتغاليين على شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا. الخنجر المسموم الدولة الصفوية الرافضية كانت قد ارتكبت مجازر ضد أهل السنة في العراق وفارس، وتحالفت مع الصليبيين، فوجه الخليفة حملات طهرت منهم العراق وإيران وأذربيجان والقوقاز. محمود بن سعيد مقديش الذي ولد بعد وفاة الخليفة ب150 عاما قال في كتابه نزهة الأنظار: ولم يكن أكثر جهادا ونصرة للدين وأكمل عدة وآلة لقطع الملاعين وأقمع لأهل البغي والبدعة والكفرة الملحدين وأشد عضدا وأشد نصرا لأهل السنة والدين منه رحمه الله. أعلمتم لماذا يكرهونه؟ كان الخليفة يعتني ببناء المناطق التي يفتحها حضاريا في الوقت الذي كانت أوروبا غارقة في جهلها، فكانت الكنيسة تحرق وتكفر من يخالفها في مغالطاتها العلمية. كوبرنيكوس الذي اضطهدته الكنيسة لقوله بأن الأرض ليست مركز الكون وأنها تدور حول نفسها كان من معاصري الخليفة سليمان. كان الخليفة يحس بمسؤوليته تجاه المسلمين جميعا. جزيرة رودس اليونانية كان يسكنها صليبيون مسمون بفرسان القديس يوحنا، فكانوا يغيرون على سفن المسلمين المتجهة للحجاز، يقتلون الرجال ويهتكون أعراض النساء. ففتحها الخليفة بعد حصار دام 6 أشهر، وأعطى نصارى القلعة من غير هؤلاء أمانا على كنائسهم ودينهم في الوقت ذاته الذي كان باب الفاتيكان يتصدى لدعوة مارتن لوثر ومذهبه البروتستانت بالقتل والتحريق والتعذيب. كان الخليفة قد أصدر قانونا بمنع اليهود من سكن فلسطين. لا يريد لك من باع فلسطين أن تعرف هذا عنه. بعد تاريخ مشرف من الجهاد والفتوحات وعزة المسلمين، أراد الخليفة أن يتمم فتح بلاد المجر، والتي كانت دول أوروبية أخرى كألمانيا تدعمها بالجنود خوفا من الزحف العثماني. كان الخليفة قد بلغ من العمر 74 عاما، وكان طبيبه قد نصحه بعدم الخروج لمرضه، فكان جوابه: أحب أن أموت غازيا في سبيل الله. وأخيرا فتحت مدينة سكتوار، فاكتمل سقوط الإمبراطورية التي دامت قرابة 6 قرون. فلما بلغه الخبر وهو يحتضر قال: الآن طاب الموت.
وتوفي رحمه الله. فحزن المسلمون حزنا شديدا، أما النصارى فدقت كنائسهم أجراسها فرحا بتخلصهم من مجدد الجهاد في القرن العاشر. كان هذا جانبا من سيرة الخليفة سليمان رحمه الله. فهل نصدق في وصفه ابن العماد الحنبلي الذي جاء بعده بقليل وقال فيه: يعرف الغل والخداع ويتحاشى عن سوء الطباع، ولا يعرف المكر والنفاق، ولا يألف مساوئ الأخلاق، بل هو صافي الفؤاد صادق الاعتقاد؟ أم نصدق ميرال أوكاي التي جاءت لنا بعد 500 عام بزبالات كتب أعداء الخليفة لتصوغ لنا حريم السلطان، وتظهر الخليفة رجلا فاسدا معاقر خمر متقلبا بين أحضان النساء يضحكن عليه ويغوينه، في الوقت الذي تخوض فيه العلمانية في تركيا معركتها الخسيسة ضد الروح الإسلامية التي سرت في كثير من أبناء الشعب التركي؟ فيأتي أيتام أتان الترك ليكرس الصورة النمطية التي رسمها الأوروبيون عن الشخصية المسلمة وخاصة العثمانية، ولا عجب، فقد قمعت شرهم وفسادهم. أما ما يقال من أنه رحمه الله قتل ابنه مصطفى بإغواء من زوجته روكسلانا أو خرم سلطان التي تعاونت مع رستم باشا، وأنها كانت ماكرة خدعته، فقد بحثت طويلا لأجد أي مستند من كتب الأوائل يشهد لهذا فلم أجد. فهل نصدق سيرة الخ